أنا جئت لأدافع على حكيم زياج أيها الإمبراطور. تقول حكيم زياج؟ حكيم زياج الذي أهدر ضربة الجزاء؟ أجل، أجل يا سيدي. وكيف لك أن تدافع على شخص حرمنا من التأهل؟ لقد كان مقطوعا من الكالة يا سيدي. فعادة حكيم زياج حينما لا يتعاطى للمخدرات فتكون النتيجة هكذا يا مولاي. إنه لم يكن على نية بذلك. كفى، لقد سئمت من ذلك. حكيم زياج حرمنا من التأهل يا هذا، ولا يمكن لأي عاقل أن يتعاطف معه. أنا يا سيدي فقط أسمع ما يقال ثم أدونه على الفيسبوك.